ويلكم ويلكم. الحلقة هاي قلنا هالمدينة بنحولها مدينة سيارات كهرباء. طبعا المدينة كان مشروع، ما اعرف شو التصميم الصراحة، بس يعني ما ملينا مربعات 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 مربعات. وهي المرة بدو يسكنون، ترى قلت لكم بيردون يسكنون اسرع، ولا ردوا يسكنون لان عندنا وايد بيوت، فوايد بيوت بدون تكنولوجيا بعد مصيبة. نبغى نرفع عدد اللي يبون وظائف وغيره وما له هنالك، ببدأ نحط أماكن وظائف، نحط مدارس، نحطي ها عند الكهرباء دايركت على أساس ما يدور كهرباء، ونحط جامعة هني بعد عند الكهرباء ما يدورون كهرباء، عندهم خدمات طبعا، حطي لهم محطة باصات. بوصل لكم ماي إن شاء الله، لا تزعلون، عندي مشكلة مع الماي، لازم أحل مشكلة الماي. وياس أقول لكم من الحلقة الأولى لازم أحل مشكلة المي، وما حليتها، لازم أحلها. المي قام يستوي أزرق، شلينا المعالج القديم، طريقة المعالج القديم اللي هي كانت كان بس نعق التلوث. الحين بعد يوم شلة أطلع برا في تلوث موجود، هل في طريقة انظف فيها؟ ما اعرف، ابى انظف الصراحه، انا شكل الماي قبيح مخرب الخريطه كامل. لحظه شوفوا الخريطه، لين الزاويه على اليسار خربانه كلها وسخ وسخ عالم. عندنا جامعه، عندنا هذا، عندنا خدمات، عندنا ما عندنا محلات. بتتعلمون مع اللي تستعيلون، حطينا محطه باصات. بس خلينا نشوف شيء ثاني. اول شيء خلينا نشوف السيارات هاي شو يبالها. اذا افتراضا بنحطي مال سيارات هاي هني، حلو، شو يسوي؟ كيبل كار ستوب سليب سلو بارك سو ستوب هاي اها هذا موضوع ثاني. طلع موضوع ثاني، ان اللي انا خايف منه تشوف، ايوه، ياخذ مساحة المباني. فانا هذا اللي ما ابغى الصراحة، ما ابغى ياخذ مساحة مباني، لان احنا المباني عندنا مهمة. اوكي مهمة، بس افتراضا بس ممكن نحن عندنا وايد بيوت وعندنا مساحات، فليش ما ناخذ الكار ستوب هذا لفة حول المدينة بين البيوت؟ عندنا اصلا وايد بيوت، واذا ما عندنا بيوت بنبني بيوت، بس خلنا نصغر مساحة البيوت شوي، بس حق منو؟ حق هذا ياخذ لفة الحبيب كار ستوب. تصور هذا بيكون بالطريقة هاي، يس. ها عشان خاطر عيونك بس انك تركبه، هدمنا الدنيا. زين يعطيني نقطتين، ها بس ما اقدر اسوي النقطة الثانية. الحين عندنا هذا مال السيارات شغال قاعد يشتغل، امور طيبة.
ان نحطي قلنا النقطة الثانية ما اقدر لان المبنى اللي على يساري مخرب علي. فشو نسوي؟ نضغط الكنترول هذا نسوي هذا هني. ادري ان اريد اكيوبايت، ما انت اللي مسوي الاكيوبايت يا خلاص خلصت بواحد حق هذا. بس جميل والله، يستعملونه بس لازم نسوي له نقاطه. هو لا هو هذا نقاطه من وصلها خلاص، هي نقطه الحين يجون من القريب الفيري لين اخر المدينه. والباص موجود بس مشكله الباص ما سويت له نقاط. الحين نسوي لهم نقاط. سويت له نقطة أنا. طيب شوي هو عشوائي صحيح، أنا ما ياس أحسب كل زحمة موجودة، بس ياس أحسب زحمة مستقبلية هني بعد. للي يسألني ليش زحمة مستقبلية. الحين عندنا شيء ثاني، هالطرف من الشارع لازم يوصل في الشارع. بكث محتاج المنافذ القريبة. نكثر منافذ المدينة، المدينة اللي منافذها قليلة تسوي لنا مشاكل في المستقبل. ف المدينة هاي بتحتاج شوي ستوبس اكثر حق سيارات. اهلا بالدورية، شو السالفة؟ اكسبو سنتر، منو ما يبى اكسبو سنتر؟ كلنا ابى اكسبو سنتر، بس تصميم مدينتي مش مال اكسبو سنتر، تصميم مدينتي مال يا بالعيد يسمونه. بنحطي سي سكاي سكرابر. ناطحة سحاب، مدينة السفن وناطحة سحاب. شوف متغطي مساحة جميلة جميلة جدا. ايوه ها مكان شكله جيد. بست ابغى يغطي لي اكبر عدد ممكن من البيوت. يعني ايش اللي انا احبه هني او احبه هني؟ خلاص بكبر المدينة عقب حقه هو، بس بيغطي مساحة جميلة. يعني من الاكسبو سنتر بيكون هو المفروض. انا ما احط مثلا في مدينة هني اثنين هني اثنين، المفروض اسوي مدن وارحمهم شوي. يعني مش بحط بكل مدينة شوي تي من هذا ومن ذاك. انت وقف بروحك، بما انك انت هني وعندك الكجرة سوي شوي صناعية لان محتاجين صناعية. اوكي شكرا. مدينة ما فيها صناعية بيتلعوزون. وين مدينة صناعية مالي؟ انتو ما تكفون شو؟ ليش تطلبون مني صناعية غير؟ حق شو عضلكم اراضي بروحكم اخر الدنيا و مدلعنكم؟ حق شو مدلعنكم؟ هلو شلين عنكم اراضي تزعلون؟ اخر شي ما تسوون شي في الاراضي هاي، حق تستثمرونها حق تستهبلون. ناس ندور مصلحة الشعب مصلحتكم. يلا هل نتكلم؟ جوا اهم شي ما يبت العيد في الخطوط. بس اوكي هو يا يبي العيد انا يا يبي العيد، بس ما عليه شوي ما يضر. ممكن هالشوية اللي هني تخرب عليك كل شوي المفروض تكفون. اوكي وهاي المدينة الجميلة. نبغى فيها سيارات. تعالوا يا سيارات تعالوا، خلنا نزيد سعادة الشعب. تسوي حشرة لكن هاي مو الشعب ما يحب الحشرة. اذا تبون مواصلات بس ما تبون حشرة، تبون كم بندلعكم؟ ما نقدر ندلعكم اكثر يعني.
لازم شكل معين بعد، ما يمسك خط دايركت، لا لازم شكل. هاي نقطة واحد، ما عاد سامحوني شوي، انتو عندكم اماكن يعني مش مشكلة، بنبني شوي غيركم يعني. ليش العناد؟ ليش 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 العناد؟ ليش هاي نقطة سيارات؟ عندنا نقطتين، يقول الناس هني يركبون ويروحون عقب مكان ثاني. بس في شارع ما جربته الصراحة، لازم اجربه، اللي هو ما عند الكبير. افا افا، اوكي نسوي الاربع سي. ما ظني حق المدينة اصلا احتاج اكثر. هذا اللي معاه مال باصات، نسوي شوارع حق الباصات هالمرة. شفتوا لندن وهالاماكن؟ تي شارع، شفتوا شوارع ابو ظبي الحين كيف؟ في سيد حق الباصات، هذا نفس الشيء. سامحوني يا سكايلين، لكن وصلنا لكم قبل اللي بديت، احنا مسوين ومخلصين. بس هذا يضيق الشارع يا اخوي، ما يوسعه. مو مشكلة، خلها المدينة متركز على المواصلات، مش لازم كل حد يكون عنده سيارة. يعني شوي استعمل مواصلات عامة، يعني حق نسوي كل هذا، السيارات الكهرباء والباصات استعملوا شوي، ما يضر ما يضر ابدا 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 ابدا. سجاري تحويل المدينة لمدينة حق الباصات الحين خلاص. زين هالباص هالسيد ما له داعي، زين خليني اطالع برا على المدينة. حماس حماس حماس. تحمسنا شوي، سامحونا يعني. اين انتم؟ كم شارع في شارع واحد انا مسوي الحين هالخريطة هاي؟ انا فكرة زينة لين قمت اسوي الحين مال الباصات، قمت احس بمعاناة، ما اعرف ايش الشارع وين. بس ما يضر ما يضر شوي عاد، مو مشكلة. لا الشارع الرئيسي لا، مفروض بغيره. انا الشارع الرئيسي شو بسوي؟ ست سيدات هذا، لان شارع يمر على منو؟ يمر يروح للمدينة الرئيسية، وغالي الصراحة يعني. شو الشارع نفسه هذا مو برخيص، والباصات هي شوارع خلاص من تدخل داخل المدينة خلاص. نحن ما نبي الباص يوقف اساس الكل يستعمل الباصات، لانه يوم تتبع زحمة السير الباصات يسوون زحمة وايد ترى. بس يوم تسوي لهم شارع بروحهم تخفف الزحمة اللي اصلا على المدينة بكاملة. زين ما بقى وايد شوارع الحين خلاص. ابجريد 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 الى اخره. الحلقة الجاية شوي شكلنا بنسوي شو؟ نشبك المواصلات في بعض، نبدأ نشبك الباص الباصات في الخوارب، الخوارب في الباصات، يعني نسوي خط المواصلات هذا منظم يشتغل مع بعض. هذا الشكل بيكون هدف الحلقة القادمة، لأن بالطريقة هاي صعب شوي التعامل مع الوضع، لأن ما قاعدين نستفيد فعليا من كل شيء. مجرد ان نشبك كل شيء في بعض يكون عندنا مساحة طيبة. يبون محلات تجارية وايد، فخلنا نلغي منطقة
اللي ما حد بان انها هاي مثلا سكنية، ما حد يبي يسكن هني، ونستعملها تجاريا طرف المدينة بعد على درب الباصات والشاحنات. الحين بيطلعون من المحطة يبون ياكلون، يبون دكاكين، يبون هذا، يبون ذاك. بس مرة واحدة زاد الطلب من حطينا هذا، زاد الطلب على المحلات التجارية. هذا كان الغاية من الحلقة هذه، والحلقة القادمة بنكمل مع شيء جديد، موضوع جديد.